لا مكان لكم فيها، 30 يوما وتتركون منازلكم. هكذا جاء النبأ الأسود لأهالي دور الصحة أو الطبابة العسكرية كما كانت فيما مضى. 400 منزل سيجبر ساكنوها على إخلائها بعد تبليغهم بشراء الأرض من قبل مستثمر، رغم امتلاكهم كما يقولون سندات ملكية بأسمائهم. بلغت هاي العوائل الفقيرة بأن تترك منازلها خلال شهر واحد لفترة مستثمر مشتري القاع، خوش يبني له مول هنا او يبني له عماره صغيره ويشرد 800 عائله بالشوارع. قالوا لنا عمي هاي البيوت اللي بنيتوها راح تتملكوها، وطونا سندات مثل هذا السند وبوقت حكومه ابراهيم الجعفري. الى المجهول قد تتجه اكثر من 500 عائله في هذا الحي في حال نفذ التبليغ. فقرهم وقلة حيلتهم جعلتهم يطلقون نداءات استغاثة إلى رئيس الوزراء للنظر في قضيتهم. يوم جيت أنا 5000، يعني لو راح أقعد بلا جار أنا منين أجي وصاحب عائلة؟ يعني طبنا شفل، أنا عف عائلتي وأقعد وأسكت، خلي فلشة فوق راسنا. نريد نوصل صوتنا سيد رئيس الوزراء يشوف لنا حل. يعني إحنا وين نروح؟ يعني كل واحد عنده 5-6 أطفال، يعني جهالنا كلها هاي مدارسة هنا دار مدايرنا. إذا عيال وين تروح وين؟ تقعد بالشارع؟ سوينا خيمة، خلينا نقعد وياهم. وتشير الإحصائيات الرسمية أن في العراق أكثر من 4000 مجمع عشوائي، ما يزيد عن ربع هذا الرقم في بغداد فحسب، والتي تتصدر باقي المحافظات في هذا الملف الذي تسعى الحكومة إلى إيجاد حلحلة له رغم ما فيه من تحديات وتعقيدات. إلى أين نذهب؟ تتساءل هذه العوائل، يناشدون بحرقة ويطالبون بإيجاد حل لهم من الجهات المعنية. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.